أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں حافظ محمد اسلم. لرن قرآن آن لائن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم سورۃ تکاثر پڑھیں گے. یہ مکی سورت ہے, مکے میں نازل ہوئی, 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. سورۃ التکاثر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر حتی زرتم ال حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ مَقَابِرَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو كلا لو تعلمون تعلمون علم اليقين علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون لترون الجحيم جحيم. یہاں پہ یہ نون کے اوپر گننا ہوگا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ عَيْنَ الْيَقِينِ ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن ثم لتسألن يومئذ يومئذ عن النعيم عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين.
اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آج کی ہماری سورۃ تکاثر بھی کمپلیٹ ہوئی. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی کلاسز مس نہ ہو. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.